اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. النهارده الشركسيه. الشركسيه اسئله كتير على السوشيال ميديا، هي اكله مصريه ام تركيه؟ انا مش مع الكلام، هي الاكله بتاعت مين؟ الاكله بتاعت اللي يعملها، اللي يبدع فيها، اللي يعملها بتفاصيلها، اللي تبقى على السفره بتاعتنا بتتكلم عن نفسها. شركسيه يعني ديك شركسي، فرخه حلوه هنسلقها مع بوكيه جرنيه، التوست والعين الجمل هو صوص الشركسيه مع الكزبره الناشفه، هي دي الخطوات النظريه للشركسيه. عدلها يا اخوانا الرز المصري، اذا تبقى ايه؟ اكله مصريه. اذا الشركسيه من غير الرز المصري ما تبقاش شركسيه، يبقى عنوانها المطبخ المصري. ولكن هي اكله طبعا لها اصولها من زمان، هنشوف نعملها مع بعض ازاي وتاخد الفليفر والطعم المصري. معانا النهارده سلطه الفاصوليا الخضراء، نعملها ازاي مع زيت الزيتون وعصير الليمون. الفاصوليا الخضراء انا من عشاقها، وخاصه والبشائر بتاعتها اللطيفه الحلوه من خير ارضنا، هنشوف نسلقها ازاي ويبقى لونها اخضر حتى بعد ما تتبل. الحلو بتاع النهارده، في بنروح على بعض المطاعم وبعض المحلات بتاعه الحلويات بنلاقي فورمه الجلاش بالكريمه بالمكسرات، نعملها ازاي في البيت فورمه جلاش بالمكسرات بجوز الهند بالمهلبيه؟ اكيد لها تفاصيلها. مش عايز اطول على حضراتكم لان بجد الحلقه النهارده فيها شغل كتير، يعني الشركسيه دي ثلاث حاجات في بعض، فراخ هتتسلق، صلصه هتتعمل، رز هيتسلق، التقديم نفسه لازم عنوان الاكله يبان من الريزوليشن بتاعها او من الشكل بتاعها اللطيف الجميل. عندنا في الحلقه بتاعتنا حاجه هتاخد مننا وقت عشان نعمل لها تبريد مفاجئ، اللي هي سلطه الفاصوليا الخضراء بزيت الزيتون والثوم، لازم نسلقها. معانا الفاصوليا الخضراء زي الفل، حل على النار، عايز انا اعملها بطريقه جديده. فاصوليا خضراء، ثوم، زيت زيتون، عصير حامض، حلو الكلام. طاسه تسخن بنحط فيها معلقتين زيت زيتون، هو ده المطبخ، انت واقفه تشتغل في كل حاجه وانت واقفه كده. زيت زيتون بناخده على نار شديده، اللهم صل على النبي عشان تنجزني اهو. ونشوف الفاصوليا الخضراء بتاعتنا الجميله، بتجيبيها تقمعيها، شايفين الخضار والحلاوه بتاعتها. عندنا مشكله مع الفاصوليا الخضراء يا عم الشيف، لما بنسلقها بتسود مننا، نيجي نتبلها بتبقى شكلها اسود مش لطيف، مش اسود اسود قوي، شكلها بيبقى خضار غامق مش معروف لا خضار ولا اللون ايه بالظبط. فانا عايز خضار الفاصوليا ده يبقى مبتهج كده ولونه لطيف. دي من خير ارضنا فاصوليا خضراء تتاكل وهي نيه عامله زي الفل الاخضر. ومعانا توم، ومعانا طبعا عصير ليمون وزيت زيتون ومعلقه فلفله حلوه. تعالوا نشوف هنعملها مع بعض ازاي. حلو الكلام، بنحط فص توم حلو كده في الطاسه مع زيت الزيتون. معانا بصلايه حلوه من البصل الجميل الحلو ده كده، باخدها بقطعها شرايح، المصطلح العلمي الطهوي سلايز زي ما هي كده، وعايز اللون الاحمر الحلو اللي في البصله ده كده اهو. ناخد البصلايه دي بعد التقطيع الحلوه دي كده، هناخدها في قلب زيت الزيتون مع التوم، مش عايز احمرها هنا، انا مش عايز، بس تفك من بعضها كده بالبخار بتاع النار. حلو الكلام، واحده واحده عشان نعمل طبق فاصوليا حكايه. اخواننا في الشام، اخواننا السوريين واخواننا اللبنانيين، تحيه كبيره ليهم. طبق الفاصوليا الخضراء ده بيعد من الاطباق المهمه جدا من المقبلات، زي الهندبه اللي هو السريس، زي الفول الاخضر، زي الفطاير، زي الحمص، بصلايه كده زي الفل. التشويحه دي مطلوبه، بحط على التشويحه دي شويه ملح محترمين كده، وسر الملح هنا هو اللي هيخلي الفاصوليا بتاعتي لونها اخضر. وخليكي فاكره انك حاطه ملح في سلق الفاصوليا، يبقى ما تحطيش ملح في التتبيله بتاعتها. ناخد الفاصوليا الخضراء بالشكل ده كده، الله، اهي في قلب النار. احنا بنروح عند الراجل الفكهاني بنشوف الفاصوليا دي نعدي عليها كده ولا نعبرها ليه؟ الفاصوليا الخضراء دي تعملها فاصوليا بالطماطم، طاجن فاصوليا بالطماطم، طاجن فاصوليا باللحمه الضاني، سلطه فاصوليا بزيت الزيتون، تعمليها مع الرز، دخليها مع خضار سوتيه، تعمليها مع طاجن تورلي، متعدده المواهب. وهي فاصوليا خضراء، حتى الاسم حلو، اخضر، ربنا يخضر ايامنا ان شاء الله.
الفاصوليا كده جاهزه زي الفل. اعمل ايه؟ باخد ميه من اللي موجوده عندي. الله، ايه الروقان ده يا عم الشيف؟ واسيبها تستوي، اغطيها بقى. هي تقليبه والتانيه تعتبر استوت. خلي بالك انت حاطه ملح، شفت الخضار؟ طبعا الصوره على الشاشه بتتحدث عن نفسها. شوفي لون الفاصوليا قبل ما احطها في النار وبعد ما تاخد غلوه في النار دلوقتي. الخضار ده هتلاقيه خضار فتح كده، وخضار اللي هو الايه؟ المبتهج اللي هو بشاير الخضار اهو. هنسيبها على النار ونبص على الفاصوليا الخضراء بتاعتنا ايه الاخبار؟ هي دي اهو. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ شفت الخضار؟ شوف شوف الخضار والجمال وفص الثوم اللي اتحمر وحطينا عليه الفاصوليا. زي الفل. عندي الفاصوليا الخضراء بسرعه عشان مخرجنا خلاص وقتنا خلص. ما ينفعش يزعل مننا. سريعا اهيت الفاصوليا الخضراء. التتبيله بتاعتها عباره عن معلقه فلفله حلوه، بتاخد زيت زيتون عشان تاخد اللمعه دي كده بعد ما تبرد طبعا، في تبريد مفاجئ ممكن تحطها في تلج، بتاخد شويه بقدونس مفرومين، ما نحطش توم بقى خلاص، فلفله حلوه، عصير ليمون، اللهم صل على النبي، عصير ليمون، ونقلبها كلها مع بعضيها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبق التقديم بتاعتك انت بقى. بس بصراحه اللي انا بعمله ده كمان غلط، دي المفروض تتحط في الثلاجه تمر بعمليه التبريد، اللي هي في الثلاجه تطلع كده فيها تبريد. سلطه الفاصوليا بالذات من السلطات اللي احنا كلها بارده تبقى لطيفه وحلوه. شفت شفت الجمال ده كده؟ هنغرفها كده. حلقتنا النهارده فيها شغل، فيها شغل، فيها تفاصيل، فيها تفاصيل، فيها تعب، فيها تعب، ولكن الخبره الطهويه هنا بتقول ايه؟ ان الشركسيه لها اصولها، لازم تتعامل بالرز المصري، لازم صوص الشركسيه يتعمل بكل التفاصيل اللي شفناها مع بعض. الرز كمان يتسلق بشوربه الفراخ، وشفنا الفراخ شلنا الجلد منها ازاي وسلقناها، عملنا فورمه الجلاش الجميله الحلوه بالكريمه مع انها احمرت شويه، عملنا سلطه الفاصوليا الخضراء الجميله الحلوه اللي انا بغرفها قدام حضراتكم دي كده، دي المفروض تتحط في الثلاجه ساعه زمن علشان عمليه التبريد مهمه جدا. رؤيه، فن، ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.